هي خبيرة تجميل بيتابعها كتير على مواقع السوشيال ميديا، وده بسبب موهبتها اللافتة في المكياج واللي ساعدتها على تقمص عدد من الشخصيات المشهورة ومشاهد من أعمال فنية مختلفة بمهارة ودقة كبيرة. طبعا نانسي معانا دلوقتي على الهواء، منورانا ومشرفانا. أهلا بيك يا نانسي، صباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك. يا صباح الفل. مبدئيا عايز أعرف بقى يعني حكايتك مع الميك اب بدأت إمتى؟ هل أنت دارساه ولا كان هواية بالنسبة لك؟ والله حكايتي مع الميك اب بدأت من زمان شوية، من أيام المدرسة، والموضوع كان في الأول ما كانش دراسة، يعني كان هواية وكده، وإن أنا بحب ألعب بالميك اب وأعمل ميك اب لأصحابي زي أي حد وكده. وشوية شوية بقى الموضوع اتطور، لسه من سنتين تقريبا أو سنتين ونص حاجة كده، موضوع الشخصيات يعني. فابتدى إن أنا مثلا لما كنت بشوف فيلم كده كان لسه نازل بتاع علاء الدين، فحبيت الشخصية بتاعت جاسمين وكده، فقلت طب ما أجرب أعملها وأشوف هتبقى عاملة إزاي. فبس جت من هنا بقى، وأول ما نزلتها لقيت الناس حابة الموضوع وبقى يطلبوا مني بقى شخصيات تانية وكده. اكتر حد انت حسيتيه صعب جدا بس طالع معاكي حلو جدا؟ الزعيم عادل إمام كان أصعب شخصية تقريبا عملتها، لأن تفاصيلها كتير وحركات الزعيم طبعا يعني مش سهل إن الواحد يقلدها كمان، فدي كانت أصعب شخصية بالنسبة لي، بس الحمد لله الناس كانت عاجباها جدا. بس انت بتعملي رجاله وستات في نفس التوقيت. بدايتك كان بعمل مين الشخصيه بعد علاء الدين؟ كانت الشخصيات كلها بقى بدأت تيجي، شخصيات ديزني عملتها كلها، بعدين بدأت أفكر طب ما أجرب أعمل يعني حد بقى حقيقي، وحد مثلا من الممثلين أو كده. فكان أول حد تقريبا يعني ما كانش بقى مظبوطة قوي كانت شخصية السندريلا سعاد حسني، وبعديها كانت محمد رمضان، كان دي أول الشخصيات اللي أنا عملتهم. هل الحكاية دي عايزة وش معين يقدر يطبع معاكي على أي حاجة؟ لا يعني بس بتعتمد ان الواحد يبقى حابب الشخصيه اللي قدامه، يعني انا ما باجي اشتغل لازم اكون مثلا حابه الشخصيه اللي انا بعملها يعني اتفرج عليها كتير بقى واحضر لها وبتعامل مع وشي على اساس ان هو ورقه، فبحاول اتكنسل كل الملامح اللي عندي وابدا بقى اعملها من جديد. طيب انا شفت لك يمكن سهير البابلي كانت خطيره جدا، شفت هشام عباس، شفت مصطفى قمر، شفت ايهاب توفيق، فما شاء الله انت عامله شخصيات كتيره جدا جدا. هو يعني انا تقريبا كنت عامله، مش عارفه انا ما عدتهمش بصراحه، بس هو انا قعدت دول اعمل اللي انا شفتهم لك الحقيقه. شخصيات من قبل فتره الكورونا كده، كانت قبل ما تبدا بقى على طول، كنت انا قاعده في البيت، فبدات بقى ايه، جت فتره كده كنت تقريبا يوميا او كل يومين بعمل شخصيه.